السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ازاي اقدر استفيد من البي بي بي وتكاملها مع البيم، يعني ازاي اعمل تكامل بين ادارة المشروعات الاحترافية والبيم. طيب، ادارة المشروعات الاحترافية البي بي بي او الاجايل او اللين او اي اسلوب اخر من اساليب الادارة محتاج معلومات عشان اعرف ادير المشروع وعشان اعرف اقود الافراد والاخرين نحو الهدف. انا محتاج يبقى عندي معلومات، فالبيم هو اللي بيديني المعلومات دي. يعني انا لو شغال مثلا باي اسلوب من الاساليب التقليديه بيبقى في مشكله في موضوع الحصر، مشكله في موضوع الكلاشات، مشكله يعني عندي قدر من الضبابيه، قدر من عدم الوضوح، قدر من نقص المعلومات، فده بيخلي القرارات تطلع متردده او متاخره او فيها قدر من عدم اليقين. فالبيم هو اداه واسلوب ما بتغنيش عن البي ام بي، يعني مش هنشتغل بالبي ام بي ولا البيم، لا ده حاجه وده حاجه تانيه. يعني بقول لك مثلا استخدم افكار التخطيط والبلاننج واستخدم البرمافيرا، فالبرمافيرا اداه بتسهل عليا ان انا اشتغل بالافكار اللي انا اتعلمتها في اداره المشاريع او في التخطيط او في البلاننج وهكذا. فالمدير الشاطر بيبدأ يستخدم الأساليب اللي تسهل عليه الشغل واللي تديله معلومات كويسة أيا كان الأسلوب. ممكن في أسلوب أحسن من البيم تبدأ تستخدمه. أنت عايز تاخد قرارات بناء على معلومات سليمة. لو أنا خدت قرارات وأنا عندي نقص في المعلومات أكيد القرارات دي هتطلع غلط. يعني مثلا لو أنا بقود جيش ومتصور إن أنا الجيش بتاعي أكبر من الجيش التاني، تمام، وطلع العكس هتبقى مصيبة سودة وهكذا. فلازم يكون عندي قدر من المعلومات. حتى سانتوزو اللي هو عمل كتاب ارت اوف وور او فن الحرب، الكلام ده من تقريبا 3500 سنه، كان كاتب كده ان القائد اللي عنده معلومات اكتر هو ده اللي لازم هيفوز في المعركه، لازم هو اللي فاهم. فالبيم في اداره المشاريع بيفيدني في مجال الكونستراكشن، بيفيدني ان انا عندي معلومات اكيده وليست معلومات ضبابيه، لان هو بيتعامل مع نموذج للمبنى اللي هيتحقق حاجه ثلاثيه الابعاد، فبتبدا تظهر مشاكل وتظهر حصر وزي ما انتوا عارفين.